السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم في مسجد محمد الفاتح بالقسطنطينية إسلامبول، معناه عاصمة الإسلام. إذا ذكرت إسطنبول ذكر محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وانتهت دولة المسيحيين من طبيعة الحال في ذلك العصر. ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تفتحن القسطنطينية أولا فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، وقد تحقق هذا الحديث في محمد الفاتح رحمه الله. كما تعلمون محمد الفاتح تولى قيادة الدولة والجيوش وهو بعمر 21 سنة، وتوفي في عمر 49 مغتالا أو مسموما. هناك قصص كثيرة تقول أنه تعرض للاغتيال من طرف طبيبي لإعاز من الصليبيين الأوروبيين، لأن الطبيب تظاهر بالإسلام واندس وما إلى ذلك. المهم هو مات متسمما. أي زعيم مسلم يحاول أن يفعل شيء إلا وكانت المؤامرات والانقلابات والاغتيالات كما وقع مع عمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكثير من القادة المسلمين. هذا هو منبر محمد الفاتح الذي زعزع أوروبا والعالم وتحكم في القارة الخمس في ذلك العصر. بالمناسبة هذا المسجد المهندس الذي بناه هو سنان بن يوسف. سنان بن يوسف تركي مسلم. عظمة الهندسة والزخرفة كما تشاهدون، سارية هنا وسارية هناك وسارية هنا، أربع سواري، وهنا ما كاين حتى سواري. شوف اتساع. يعني هذا الفضاء الذي تشاهدونه هو بهندسة هذه القباب. انظروا إلى القباب، قبة في الجنب وقبة في الوسط وقبة في الوسط هنا، يعني شيء رائع. يعني قبة تمسك قبة والأثقال والضغط يمسك على بعضه. البيت القصيد اللي باغي نقول لكم هو أن المسلمين في ذلك العصر كانوا معتمدين على أنفسهم في البناء والتشييد والسلاح والتسلح والهندسة العسكرية وما إلى ذلك. احنا اليوم في هذا العصر هذا مع الأسف الشديد حتى المساجد ديالنا اللي هي الكبيرة مثل المدينة المنورة ومكة جاءت شركات أجنبية وشيدتها وجهزتها وبكل حتى الأرضية، الأوروبيين والأمريكان والبريطانيين هم من يشيدها. مسجد الحسن الثاني عندنا في المغرب وهو معلمة عظيمة يعني كبيرة نفتخر به، نعم طبعا، لكن الشركة التي بنته شركة إيطالية لا وليس هناك مغاربة إلا المانوفر إلى اليد العاملة هم مغاربة، أما المهندسين كلهم إيطاليين. لماذا؟ لأننا أصبحنا عالة على الآخرين، لا نستطيع حتى خياطة ملابسنا وأكلنا كله نستورده. هذه كارثة من الكوارث التي نعيشها في هذا العصر الحالي. نسأل الله أن يرد بنا إلى دينه وإلى الطريق المستقيم. يعني أصبحنا عالة على الغرب، كل ما نتقنه شنو؟ راشيد شوها، راشيد تفو، الحمونية، كبور الشعيبية، الشيخات، الرقص، نحن بارعون في هذه المسائل. لدرجة أن مثلا وحدة عندنا وسيطة دعارة دولية المالك يعطيها الوسامات وسم فارسة وما إلى ذلك، واحد لواطي تعتقل فرنسا فيتدخل الملك لإنقاذه وإعادته إلى المغرب، ثم يستقبله أكلة البرسيم والفصة والخرطال في المطار وكأنه بطل فاتح. وما هو شاد جنسي مثلي مجموعة في كل المصائب السودة. يعني هذا شيء يدمي القلب، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله